السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا مشاهدينا الكرام، أحييكم زملائي في الاستديو وأرحب بكم في هذه الفقرة المميزة، فقرة السوق من سوق الجبيل. نستعرض إن شاء الله فيها وياكم اليوم بداية دشة قوارب الصيد الصغير، بنشوف شو عندنا واصل اليوم من الخير، والحمد لله موجود عندنا اليوم عندنا الهامور، وعندنا أيضا اليوم البياح، وعندنا النعيمي، وعندنا جش الصال، وعندنا ما شاء الله كمية من الأسماك الطيبة، بنتعرف فيها وياكم اليوم على هذه الاسعار. السلام عليكم. السلام. كيف حالك ابوي؟ الحمد لله. شو الهوامير اليوم؟ هوامير كيلو 50 درهم. على 50؟ أيوة. الهامور اليوم على 50 درهم، والبياح كم واصل الحين؟ البياح كيلو 22. 22، نزل من 25 الى 22 درهم اليوم سعر البياح عندنا مشاهدينا الكرام. شرم ما تشوفون الحين ما شاء الله البياح موسمه شحم وحبول مثل ما تشوفون عندنا هني، وعلى 22 درهم سعر الكيلو. وعندنا ايضا النعيمي، النعيمي بعد من الاسماك الطيبه حق المقلاي، بغيت ولا المشواي، بس حق هي حق الصالونه ما شاء الله شيء طيب. وكم اليوم عندك؟ 35. 35 درهم، 35 طبعا نزل السوم من 40 الى 35 درهم اليوم سعر كيلو عندنا مشاهدينا الكرام. وايضا اليوم واصلت لنا هذه الكميه الطيبه من جش الصال، شو اللي اسمك فوق ابوي شويه؟ شوفوا وياكم الصال اليوم، شوفوا الاحجام اللي موجوده ما شاء الله. وكم السعر ابوي هنا بعد؟ كيلو 25. 25 درهم، 25 درهم، طبعا السوم قبل كان على 35 وال 30، اليوم على 25 درهم الاحجام الكبيره، وايضا عندنا الاحجام الصغيره. وهنا عندنا صافي البر، هذا صافي البر ما شاء الله، شوفوا الاحجام اللي موجوده عندنا اليوم من صافي البر. وكم السعر ابوي؟ كيلو 45. 45، صافي البر على 45، يعني سعره جدا طيب مشاهدينا الكرام. البر معروف سعره يكون بين ال 60 وال 70 وال 55، لكن اليوم عندنا في سوق الجبيل على 45 درهم، واحجام طيبه ايضا متوفر اليوم عندنا مشاهدينا الكرام. وحياكم الله على صيرم السعاده، صيرم الاسماك الحيه عندنا هنا ما شاء الله، شوفوا الهوامير، هذه الاسماك توها واصله عندنا اليوم. وكم السعر عندنا اليوم؟ كيلو 60 درهم. على 60، الطازج على 50 والحي اليوم على 60 مشاهدينا الكرام. وعندنا ايضا القرام هناك مدريس. مدريس كيلو 40 درهم. 40، على 40 درهم سعره ثابت القرام المدريس على 40. وعندنا ايضا الجين اللي يبان مشواي اليوم، حياكم الله عندنا. وكم عندنا ابوي هنا الجين؟ 35. 35 درهم. أيوه. الجين على 35 درهم، طبعا هذه من قوارب الصيد الصغيره مشاهدينا الكرام، دائما يكون السعر شويه مختلف عن قوارب الصيد الكبيره، فعسب كذا اليوم الجين على 35، وطبعا اسماك حيه توا واصل عندنا مشاهدينا الكرام. وايضا اليوم عندنا الشعري، الشعري عاملين عليه بعد مثل ما نقول عاملين عليه خصومات، بس اليوم سعر واصل 25 درهم سعر الكيلو على 25. شرم ما تشوفون عندنا هني الاحجام هذه الطيبه ما شاء الله، من الكبار اللي يبغي ياخذ يسوي شرايح الشعري موجود، وبغيته الصغار ايضا متوفر عندنا اليوم. وهناك الكوفر بعد اليوم، على كم الكوفر ابوي هنا؟ كوفر 35 درهم. 35، 35 درهم عندنا سعر الكوفر ما شاء الله، شوفوا الاحجام الطيبه. وهني عندنا ايضا النقرور. النقرور 25. 25، 25 درهم عندنا النقرور. وهني عندنا الكراديس، شوفوا الكردوس هنا، ها شعري هنا الصغار، الكراديس هنا، وعندنا ايضا السولي هنا. كم عندنا السعر؟ كيلو 15. على 15 درهم، على 15 درهم، الحق ما تلحق على الكراديس ما شاء الله، شوفوا شوفوا عندنا شيء طازج وواصل توه شيء طيب. وهنا عندنا هذه اسمها السولي مثل ما تشوفون، والكيلو على 15 درهم اليوم مشاهدينا الكرام. بننتقل وياكم ايضا المتابعين الكرام، نشوف عندنا الدشات الثانيه، لكن ما شاء الله اليوم في اقبال شويه على السوق، ما نروح ندخل بين الناس، عسى بنكمل على هذا الطريق هنا، بنشوف وياكم شو عندنا من الاسماك اليوم اللي متوفره ما شاء الله. هني بعد عندنا القرام، وعندنا الشعري، هني الشعري على 20 درهم، حاطين لكم السعر مثل ما تشوفون هنا على 20 درهم. هذه هني بعد دشات قوارب الصيد الصغيره، لكن عندنا الاحجام اللي هي مختلفه شوي مثل ما تشوفون، والكيلو على 20. كيف حالك؟ ما شاء الله. كم عندنا الصافي هنا؟ هذا الصافي 45. 45 الصافي، والبياح هنا؟ هذا بياح 22. 22 بس، شوفوا الاحجام هناك، حصلنا الصغار، شوفوا الاحجام اللي موجوده عندنا هني من البياح ما شاء الله، شوفوا الحجم، هذه الاحجام الكبيره، وعلى 22 درهم اليوم سعر كيلو البياح عندنا مشاهدينا الكرام. طبعا اسماك سمينه وطيبه، وكلهن ما شاء الله شحم وحبول مثل ما تشوفون الدكه هذيك. وهنا ايضا متوفره هذه الكميه. وهنا عندنا ايضا الشعوم ما شاء الله، كم الشعم هنا؟ الشعم 20 درهم. 20، شوفوا الشعم، هذه الشعمه ما شاء الله، شوفوا الشعم هنا على 20، ها؟ ايوه على 20 درهم اليوم، والقرام المدريس متوفره، والصافي والبياح والشعري ايضا ما شاء الله هنا مثل ما قلنا لكم على 20 درهم. وهنا عندنا ايضا الجش، كم ابوي الصال عندك؟ 25. 25، 25، والنعيمي؟ نعيمي 35. 35، وهناك عندنا الحدي كم بعد؟ سلطان هادي 25. 25، الحدي اليوم على 25 درهم مشاهدينا الكرام. طبعا مثل ما تشوفون عندنا اسماك الحمد لله
طيبه واسماك متوفره عندنا بكميات مثل ما تشوفون ما شاء الله تو واصل عندنا واصله هذه الكميه. وهني ايضا عندنا الفسكره وعندنا ايضا ما شاء الله الاسماك الطيبه مثل ما تشوفون الهوامير والشعري، كل شيء متوفر الحمد لله في سوق الجبيل اليوم واصله هذه الكميه مثل ما تشوفون. نكمل وياكم نحن مشاهدينا الكرام، بما ان اليوم في اقبال على السوق ما شاء الله شرم، ما تشوفون عندنا في الخلف هنا ما شاء الله اقبال كبير على الدكات، فانا وبراي ما ادش بننتقل الى دكات ثانيه بنشوف شو عندنا من الاسماك اللي وفرها هذا السوق عندنا. وهني عندنا هذا الصيرم هنا ما شاء الله بنشوف وياكم هني هذه القباقيب المتوفره اليوم. يا مرحبا هنا بالقباقيب هذه الطيبه، هني اظني على 20 ولا 25. سلام عليك، كيف حالك بيه؟ كم عندنا القباقيب؟ على 25 على 25 درهم عندنا اليوم اسعار القباقيب مشاهدينا الكرام. وهناك عندنا اللي هي الاسيان سيباس او البارموندي، كم سعر ابوي هذه بعد؟ كيلو 20 درهم على 20. البارموندي والاسيان سيباس اليوم على 20 درهم مشاهدينا الكرام، سعره طبعا بدا ينزل مثل ما خبرناكم. وهني عندنا السبريم كم؟ 28 درهم 28 28 درهم من 30 الى اول 30 بعدين 28. نعم، من 28 من 30 الى 28 درهم سعر كيلو السبريم عندنا اليوم مشاهدينا الكرام. ما شاء الله مثل ما تشوفون عندنا كميه طيبه. وايضا عندنا السيباس كم ثابت، 35 ولا 30؟ 33 33 درهم عندنا سعر كيلو السيباس اللي كان على 35 اليوم على 33، والسبريم من 30 الى 28، والقباقيب اليوم على 25، واسيان سيباس البارموندي ايضا وصل سعره الى 20 درهم مشاهدينا الكرام. وهني عندنا ايضا مثل ما تشوفون هني اقبال على القشريات والقباقيب اليوم، ما دام ان زحمه كذا يعني السعر يكون ان شاء الله طيب، او انه يكون السعر ايضا متقارب مشاهدينا الكرام. وهني عندنا ايضا الثلاجه هاي اللي دائما اخبركم عنها، ثلاجه لحم القبقوب، وعندنا الكافيار، وعندنا الكفته، وعندنا اشياء كثيره والحمد لله موجوده في هذه الثلاجه. يعني اللي بيمر يبغى ياخذ يجرب شيء من هاي الاشياء الموجوده اسعارها عليها وكلها طازجه والحمد لله، من السبريم والربيان، وعندنا الكفته اللي خبرناكم عنها اكثر شيء يسوونه كانوا من العنفلوس، طبعا يتم طحن اللحم عجنه مثل ما يقولون ويحطون فيه بعض البهارات اللي معروفه عندنا، شيء من البهارات الحاره وشيء من البهارات البارده. ننتقل وياكم ايضا مشاهدينا الكرام دكه ثانيه، ايضا دكه الاسماك المستورده اللي موجوده عندنا اليوم هني. بنشوف وياكم هني بعد هذا البان هني، وبانات واصله هنا ما شاء الله. السلام عليكم، كيف حالك؟ طبعا هذه البانات من الشعري وصلت الحين عندنا مشاهدينا الكرام، هذه من القوارب الصيد الصغيره بيتم توزيعها على الدكات هناك شرم. ما تشوفون الاحجام اللي موجوده عندنا اليوم احجام كبيره ما شاء الله، وعلى اظني هني 20 او 25 درهم سعر الكيلو اللي اذا وصلنا على الدكه الاولى على 25 درهم. مشكور، جزاك الله خير. نكمل وياكم مشاهدينا، هني عندنا مثل ما خبرناكم اسماك المستورده اللي تينا، طبعا عندنا البياح وعندنا السبريم والبارموندي والانواع الثانيه من الاسماك الموجوده هنا. نشوف وياكم بدايه هني عندنا البياح او البوري المصري. السلام عليكم، كيف حالك بي؟ كم وصل السعر هنا؟ 25 بعد ثابت على 25. وهناك السبريم 28 درهم اليوم السبريم على 28. وهني ايضا الياسين سيباس او البارموندي على 20 هذيلا؟ كيلو 20 على 20 درهم الكيلو. طبعا هذه الاسماك كثيره مشاهدينا الكرام مزارع لكن من المملكه العربيه السعوديه، والسعر اليوم على 20 درهم. وهناك عندنا السيباس على 33 من 35 قبل 35 نعم، اليوم على 33. انزين البلطي كم الحين واصل؟ البلطي 17 ما نزل سعره ثابت على 17 الى الان. اتوقعت اليوم ما دام ان الاسعار الثانيه نزلت فتوقعت ان هذه السمكه ايضا نزل سعرها، لكن هي بعدها على 17 درهم. والبلطي طبعا شيء عندنا المحلي وشيء عندنا هذا اللي جينا من مصر، هذه الاسماك يعني تصلح للشوي، وفي ناس حد ايضا يقليها لكن هاي للشوي اكثر شيء يستخدمونه. وهني عندنا السالمون. فاروق السلام عليك، كيف حالك فاروق؟ شو سالمون اليوم شو اسعار؟ 70 شرايح 70 ايوه، والكبار؟ كبار 44 44 والصغار شويه؟ 39 39 درهم. طبعا هذه الكبار والصغار مثل ما نوهنا دائما تكون على حسب الاوزان مشاهدينا الكرام. وهني ايضا هذه الدكه عندهم بعد الاسماك الكبيره مثل ما تشوفون عندنا الهوامير، نشوف الهوامير، نحط الكاميرا اخوي سالم بس على ما شاء الله، شوفوا حجم الهامور هذا. فاروق كم كيلو هنا فاروق؟ 35 الاحجام الكبيره من الهوامير اليوم على
35 بس شوفوا الحجم ما شاء الله. هذا في كم 20 كم كيلو فاروق هذا؟ 25 إلى 24 كيلو تقريبا ما شاء الله. اليوم في هذه الهوامير اللي تشوفوها عندنا الكبار والكيلو على 35 درهم مشاهدينا الكرام. وهنا ايضا عندنا مشاهدينا الكرام عندنا قباقيب وعندنا الحاسوم وعندنا هني القباقيب الصغار. عسكر كيف حالك؟ الحمد لله. كم عندنا قباقيب الكبار هنا عسكر؟ هذا كله مال الغرمح ما شاء الله. هذا شوف اناثي هاي له. نعم كله ذاك اللي حبول فيه كيلو 40 درهم على 40. ايوه هذه اللي على 40. انزين والحاسوم كم؟ 20 كيلو 35. 35 الحاسوم عندنا اليوم على 35. والقباقيب الثاني هنا؟ قباقي سوي صغير هذا اهم محلي مال شارجه كيلو 25. 25 أيوة. محلي من البلاد على 25 أيوة. درهم اليوم عندنا سوم القباقيب الصغير. وهنا عندنا ايضا الزبيدي يا عسكر. زبيدي كيلو 55. 55 هاي الاحجام صغيره عسكر صحيح؟ سوي صغير هذا فنان هذا. نعم على 55. الزبيدي دائما هذا سعره بين ال 50 55 وال 60 وانتم طالعين مشاهدين الكرام على حسب الاحجام اللي تتوفر عندنا دائما في سوق الزبيد مشاهدينا الاعزاء. وهنا ايضا عندنا القرفه هني وهناك عندنا النغاره والخثاق اليوم متوفر ما شاء الله. بعد النغر والخثاق متوفر بكميات طيبه. كم الاسعار ابوي عندك هنا الخثاق والنغر؟ 25 4 الكبار والصغار الشيء؟ اي نفسي على 25 أيه. والقرفه كم هنا؟ القرفه كلها 15. 15 محلي هذا محلي مال البلاد أيه. على 25 درهم. طبعا يوم اقول لكم محلي يعني مشارجي يقصده. في عندنا ايضا المحلي بس اللي هنا من مدن اخرى وايضا عندنا المستوردين من الدول المجاوره مشاهدينا الكرام. وهني وصلنا دكة القباب. القباب ما شاء الله شوفوا الاحجام اللي عندنا اليوم مثل ما يقولون طب وتخير الكبير ان بغيت الاحجام الكبيره ان بغيت الاصغار ايضا متوفر اليوم. بنشوف وياكم الاسعار. كم بي عندك القباب؟ القباب كيلو 25. 25 درهم الكبار على 25 درهم. نعم الكيلو على 25 درهم. وهي الاصغار كم بي وسطها ولا نفس الحجم؟ ايوه كلها 30 على 30 اليوم كيلو 30 ما شاء الله. اليوم على 30 درهم وهناك على 25. وعندنا الكنعد هنا كم؟ كنعد كيلو 35. 35 كنعد أيوة. على 35 درهم سعر كيلو الكنعد اليوم مشاهدينا الكرام. طبعا وعندنا الخباط بعد الخباط نفس الشيء بعد 35 نفس الشيء الخباط والكنعد اليوم على 35. اما الكنعد الكبير طبعا هذاك سعره شوي يختلف اليوم مسوين عليه عرض كيلو 45. 45 درهم سعر كيلو الكنعد اليوم مشاهدينا الكرام. طبعا الكبار عندنا على 45 درهم. طبعا هني يعتبر شويه ارخص سعر نبي يقطع لك اياه على شكل دوائر. اما هناك بغيت الشرايح او بغيت سمكه كامله فيطلع السعر ايضا مختلف بين 33 تقريبا او 35 درهم. اليوم شويه زاد السعر عندنا مشاهدينا الكرام. ننتقل وياكم ايضا نكمل جولتنا مشاهدينا الكرام اليوم في سوق الجبيل. عندنا ما شاء الله مثل ما خبرناكم وصلت كميات طيبه من الاسماك. عندنا قوارب الصيد الصغيره وعندنا ايضا قوارب الصيد الكبيره بالاضافه الى الاسماك المستورده اللي تينا طبعا من الدول المجاوره. هنا عندنا هذه الدكه شوفوا هذه الدكه عليها تشكيله من الاسماك. عندنا الهوامير عندنا الشعري وعندنا هنا الجش والكوفر. الكوفر ايضا باحجام مختلفه من غير عندنا الشخيري او الباشخيل بعد متوفر ما شاء الله اليوم عندنا مشاهدينا الكرام. واللي يبى القابط القابط بعد متوفر اليوم حق المشواي اللي يبى ياخذ حلى حق الخميس والجمع والسبت. حياكم الله اليوم عندنا في سوق الجبيل. نبدا وياكم طبعا بسعر هني شعري كم عندنا واصل؟ السلام عليكم. 20 وعليكم السلام. كيف حالك ابوي؟ على 20 هنا؟ على 20. والجش؟ جيش كيلو 25. 25 الجيش والكوفر ما شاء الله كمان 25 بعد 25 كوفر اليوم الصغار والكبار على 25 درهم. وهنا عندنا تشكيله طبعا من الشخيري والشعري. هنا كم بوي بعد؟ رخيص اليوم 8 درهم. 8 دراهم 8 ما في 12 يعني 8 درهم. الاسبوع اللي طاف كان الكيلو ينباع على 12 درهم من هذه التشكيله من الشخيري والشعري لكن اليوم على 8 دراهم يعني خصومات طيب. اليوم عندنا في سوق الجبيل. وهنا عندنا ايضا الشعوم مثل ما خبرناكم 20 ولا 25؟ 20 على 20 على 20. وزين وهنا عندنا ايضا عندنا اليمة وعندنا هني بعد ايضا الشخيري. هنا على كم بويه؟ كمان 8 على 8 بعد ايوه على 8 درهم. طبعا هذه من الاسماك الصغيره مشاهدينا الكرام اللي موجوده عندنا في سوق الجبيل. هنا والكيلو على 8 دراهم. وهني عندنا القابط اللي يدور المشواي. حياكم الله على القابط اليوم. شوفوا القابط يا سلام كم ابوي القابط؟ 15 سمكه سمينه وغاويه والكيلو على 15 درهم. القابط اليوم متوفر عندنا مشاهدينا الكرام والكيلو على 15. اللي ما جرب القابط يجرب القابط. بتحسون شرى السبريم. السبريم بس شويه مثل ما تشوفون سمين وفيها شحم لكن هذه بعدنا شيء بس طيبه بعد ما شاء الله. احنا قبل كله ضارين على هني القابط هنا عندنا. وهنا ايضا عندنا شو هذا هني الحدي هذا لا عفوا هذه العندقه هذه العندقه هني العندقه. كم بعد ابوي هنا؟ 20 على 20 الكيلو على 20 درهم مشاهدينا الكرام. عندنا العندقه هني مثل ما تشوفون
مشاهدينا الكرام. إذن متابعينا مشاهدينا الكرام، أتمنى لكم إن شاء الله أن استمتعتوا بهذه الجولة ويانا في سوق الجبيل، واستعرضنا فيها وياكم اليوم أسعار الأسماك. ومثل ما تلاحظون اليوم ما شاء الله الإقبال الكبير على السوق، بما أن كمية طيبة وصلت من الأسماك والأسعار أيضا طيبة ونزلت، ما عدا الشعري عندنا شوي، الشعري هو اللي دائما سعر مختلف، مرة 20 مرة 25، لكن نزل عن الأيام الماضية كان على 40 درهم، والآن في بعد ب 20 وفي ب 25 وب 8 دراهم وايضا على 10 دراهم، كل شيء متوفر والحمد لله. يعطيكم العافيه متابعينا ومشاهدينا الكرام، نشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه، نرجع نكمل باقي فقراتنا مع الساده الزملاء. اتمنى لكم ان شاء الله يوم سعيد، حياكم.